تقديري إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تشريفنا بزيارتك الكريمة إلى هذه الولاية المجاهدة البديابة في شهر نوفمبر التاريخي. سيد الرئيس، شكرا على مجهوداتكم الجبارة وقيادتكم الرشيدة التي تسير في طريق الريادة والمحورية في فضائها الإفريقي والعربي بقيادة رجل فذ مقتدر استرجع هيبة الجزائر في المحافل الدولية ورفع ذكرها بين الأمم وسطر معالم نهضتها ورسم روابط علاقاتها الجديدة في ظل ثوابت الأمة الجزائرية وقيام ثورتها المجيدة. سيد الرئيس، نساندك ونشد على عضدك من أجل المواصلة في رفع التحديات داخليا وخارجيا وإرساء قواعد التلبية المستدامة من أجل جزائر الجديدة المتطورة ورائدة بين الأمم. نشكركم سيد الرئيس على دعمكم الدائم وموقفكم الثابت والمشرف للجزائر والداعم للقضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين والصحراء الغربية. عاشت الجزائر حرة المستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. تسمحوا لي نتصور معكم؟ نعم.